بتوجيه من السيد محافظ مينوى المحترم ومتابعة من مدير طرق جسور نينوى السيد رضوان الشهواني، تقوم كوادر مدير طرق وجسور نينوى بالإشراف على تنفيذ الطريق الذي يربط النرجسية دوغات بناحية القوش، الطريق ضمن خطة دعم الاستقرار والذي تقوم شركة الفهد المبارك بتنفيذه، حيث يشمل العمل معالجة الحفر وروطانات وتبديل التاكلة ومن ثم القيام بإكساء الطريق بطول 12 كيلومتر و500. نقوم بمعالجة الحفر بواسطة فرش طبقة من السيلفلايزر بسمك 10 سنتيم، ومن المؤمل إكمال العمل ضمن الخطة الزمنية.